السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدنا صورنا لكم المحطة ديال الطاكسيات، المشكل اللي كيعانيو منه المسافرين ديال الغبرة وديال غياب ديال واقيات ديال الشمس. صورنا لكم أكادير سيتي سنتر، صورنا لكم الشارع ديال محمد الخامس والعمل الجبار اللي كتقوم به الشركة ديال ام بي بروجيكت اللي هي شركة ديال العناية بالمساحات الخضراء. غادي نصوروا لكم المحور ديال شرق غرب من فونتي من اكادير بي حتى لسميتو حتى اش كيقول ليه تيليلا، لا رونبوان ديال تيليلا. هذاك الشارع فاش بديت قلت لكم المره الكريم الخاطي كيتسمى شارع الكريم الخاطي. اذا كاين الرونبوان الاول هنا، الرونبوان الاول هنا خدمته اليك. الرونبوان الاول كاين فيه المقر الجديد ديال جهة سوس ماسة والمقر الجديد ديال هذا الوكالة ديال الوكالة الحضرية ديال أكادير. هذا راه تقاد، الوكالة الحضرية راه تقاد فينا، معرفتش كيتسناو باش يجيو لي كل الأتات وداكشي، مازال ما جابو لي البيروبات وداكشي الآخر باقي خدامين فيه. الرومبا الثاني كاين محكمة الاستئناف، كاين مجلس جهوي الحسابات، كاين هنا واحد كارفور ماركت، كاين هنا قهاوي ومشاريع ديال لي بيرو هنا واعرين صراحة. هاد البلاصة هادي مشاريع لي هما مزيانين. شتي دابا باقي محسوب على فهمتي مورا المجلس الجهوي الحسابات هدا كاينة الغرفة ديال الصناعة التقليدية، الغرفة الفلاحية، الغرفة ديال الصناعة التقليدية بجوجهم المقرات ديالهم بجوجهم. كاين المفتشية العامة ديال القوات المساعدة زونسيد، هنا تاني هاد الرومبان هذا كيديك كيديك الحي الفراح وكيديك شحال ديال البلايص ديال الترجي. كاين داك الانستيتي سبيسياليتي ديال الفندقة المطعمة بأكادير اللي كيقولوا لي معروفة هي بالمدرسة الفندقية. هاي مؤسسة الترجي الخاصة هي هادي. كاين داك الرادار، ها هو كاع ما باين، باين بحال شي بوطو ديال الضو. كاين هاد الرومبان هذا كيديك الإقامة ديالك التاني على اليسر. نورمالمون على اليمين كان خصهم يحلو الطريق هنا، وراه مازال ما حلوها ما عرفتش علاش، باش تبقى تدي هنا للفرح، الناس ديال الفرح تبقى تسهل عليهم الدورية. شاكلات المساحات الخضراء اللي داروا في بعدا اش كيقول لي بعدا الجامع ديال الجامع المسجد الكبير اللي حي السلام، مازال ما استغلوا هذه المساحه هذه. هذه نورمالمون خصهم يجوش ليها نهائيا للوحوش العقاريه الموستر فونسي. هنا دابا كتسالي الخدمه ديال اش كيقول لي ديال أليك
هذه أكبر مضارة هنا. هذه مضارة اسميوها مضارة حي السلام ولا مضارة شارع محمد الفاسي ولا مضارة المسجد الكبير لحي السلام. دابا من هنا من هذا البوان هذا كتبدا الخدمة ديال السيكاطرة، خدمات فيه السيكاطرة. هذا المسجد ديال السلام صورت لكم زيارة ثانية دوز واحد يسامين ولا دوز سامين نعود نصور. عملية السقي شكون كيديرها غادي يكون هادوك فيفا فير هما اللي كيكونوا غيكونوا كيديروها 100% لأن هما اللي شادين هاد البروجي هذا لتحت. هما هادوك فيفا فير بيتحافظ هاد الشي معايا عندي ما نتسال راسي فيفا وغيرها بديت كنحفظهم هاد الشركة ديال الجدار ديال الجدار. شحال من حاجة الحمد لله تعلمنا في هاد القناة. إذا هنا كاينين غير لي زيسباس فير وكاين هاد الملاعب. خصنا نشوف هنا واش كاين شي ملعب هنا 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 لا كاين 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 كنهضر على اليمين مكنهضرش على اليسر. اليسر كاين الملاعب هادو هادو سميتو لعب ديال الأطفال الصغار كيلعبو فيهم مزيان. الملاعب راه كاين هاد الجهة هادي ولكن الغالبية ديال الملاعب كاينين من هنا من هاد الجهة هادي. الإشهار ديال كروكو بارك تيمساح ضروري خصنا نقول لكم شي فيديو على كروكو بارك. باقي حنا دابا في سيكاطرة كما كتلاحظوا هنا مساحات خضراء الله يسفيني الناس شويه جلسوا في العشيه راه دايرين لهم الكراسه غير هو بالنهار الا جلستي هنا راه غتضربك السلمه هنا ما عندك فين تجلس هنا بالنهار ما كتكون الشمس. مساحات خضراء مزيانين هنا يعني من هنا هاد لابارتي كلها داروها مساحات خضراء مزيان ولابارتي الاخرى دابا من مورا لافاك ديال الليطر هادشي راه تبدل بزاف. اش قريت انا هنا انا حيت انا جديت هنا جيت لاي صوت هنا في 97 فينا ودي كان هادشي هنا فين كان كان هادشي هنا كان والو مشكله ما كانوش ديك الساعه الناس عندهم الكاميرات الصحافه اللي كانوا عندهم كانوا الناس عندهم كاميرات كي قليل باش كيصوروا هادشي ولا كاين واحد لا ترانسفورماسيون ما بين ما بين راه انبعاث جديد لفريق قلت لك لفريق لمدينه حسنيه تكادير. هنا دايرين الدراري الصغار فين يلعبوا واخا هو ديكونسي ان الدراري الصغار يلعبوا في هاد الشمس هادي غيقدروا لا يستر يجيبوا شي سالمه ولا شي حاجه. هادو راه ديال هاد ملاعب القرب راه ديال الفوت راه مازال ما تلقاوهم. اللي طالقين دابا هو هادوك ديال الباسكيت هادوك الباسكيت لعب فابور هادو اخر رومبان هو هذا سميوه نتوما الرومبان ديال اش نقول لكم سميوه الرومبان ديال اسواق السلام لان اللي معروف هنا هو اسواق السلام. مشاو دابا نشوف الطريق السريع الحضاري الا كاين شي حاجه ما تصور قبل شحال الساعه دابا 3:30 مشي يا خويا نتفرج دابا انا كاين كاين كونتر لا مونتر ديال العيالات وكونتر لا مونتر ديال الرجال ماتش المغرب كاين ما يتشاف اليوم ويلا اللي تفرجت فيه دخلت تفرجت في الماتش ديال الطاليان والبرازيل في الفولي بول خليت البرازيل خاسرين بجوج ديال لي سيت غادي يكونوا غيطحنوهم الطاليان ولكن واحد النيفو كيداير كيضحكوني المغاربه قال لك الرياضه كاينه في المغرب جوج الرياضه اللي كاينين في المغرب كاين شويه ديال الاتليتيزم وشويه ديال الفوت صافي والفوت الله ودي يجيبوا شي ميداليه كما كانت ذهب النحاس الفضه المهم يجيبوا الميداليه خاصهم يضربوا الماتش اليوم باش يتكيفوا الكارت في الفينال وديك الساعه نشوفوا اش كاين يلا الله يعاونكم.